عسلامة، مرحبا بكم الناس كل. اليوم باش نقوم بالمقارنة بين سامسونج جالاكسي A50 وسامسونج جالاكسي A30. كما تشوفوا الهواتف A50 و A30، حطينا اليوم ثلاثة تليفونات باش نوريكم الكولرات اللي في A30. فما في الأسود وفما في اللون الأبيض وفما في اللون الأزرق. شوفوا الكولرات الموجودة. بالنسبة للA50 عندنا اليوم في اللون الأبيض، وهو موجود زادة في اللون الأزرق أبيض والأسود، تروا كولور بلون بلو نوار. نقوم بالمقارنة متاعنا، نختار الأترونت في اللون الأزرق، نحكي عليه شوية، نحيو الكاش نتاعو، والأساكونت في اللون الأبيض، نحيو زاد الكاش نتاعو باش نسهل العملية تاع الحلال. ديجا حليناها من قبل، نحضروهم على تليفونات حاضرة. باش نلقاو مصبوبين فيهم زوز تليفونات أندرويد 9 بي، في زوز تليفونات. بالنسبة للحجم، الحجم نتاعهم نحكيو عليهم شوية. بالنسبة لي على اليمين نتاعي A50 واللي على اليسار A30، باش نكونوا واضحين. بالنسبة للحجم، الحجم في A50 6.4 سوبر أموليد فول هاش دي. بالنسبة A30 6.4 سوبر أموليد اف هاش دي فول هاش دي، معناتها كيف كيف نفس الحجم نفس الإكران. بون تعدي واللي بعده، شنو الفرق؟ شوفوا الديمونسيون تاع الإكران، و 158 على 74، 158 على 74 7.7، كيف كيف نفس الحجم نفس الكبر نفس كل شيء، معناتها تحطهم بحذا بعضهم نفس الكبر. جوست نشوفوا شنو الفرق، شنو اللي زايد. ديما نحكيو في الحجم مش في القوة والصورة ولا بين تعديو اللي بعدو. عندنا بالنسبة لل تعديو الكاميرا، عندنا تروا كاميرا بالنسبة لل A50. قلنا الفوقانية 25 ميجا بكسل، الثانية 5 ميجا بكسل، بالنسبة للثالثة 8 ميجا بكسل. حلو، ونشوفو اسكو التصويرة هذه من قدام، نعملو نزلة هكا صغيرة توب. فوالا، هذوما 3 كاميراوات. وبالنسبة للA30 نقولولكم شنو الكاليتي ديماج الموجودة. فوالا الكاليتي ديماج زادا حلوة برشا، فيه زوز كاميراوات مش ثلاثة، زوز. عندنا الكاميرا الفوقانية 16 ميجا بكسل، والثانية 5 ميجا بكسل. فوالا، تصويرة حلوة زاد مش خايب. بالنسبة للسيلفي، السيلفي متاع A50 نعملو نزلة كيما هكا باش نحاولو السيلفي. السيلفي متاعو عندنا الضو يقلق شوية مش مشكل. السيلفي 25 ميجا بكسل، كاميرا ديما فلوست. بالنسبة لل A30 16 ميجا بكسل. فوالا 16 ميجا بكسل، معنتها واحد 25 واحد 16، بدا الفرق يظهر. تو بدا الفرق يظهر في الكاليتي ديماج. نتعديو توا الفيش تكنيك نتاعو، نشوفو قداش فيه من ميموار، كيف كيف بارامتر. اونتروتيان دو لاباري، باه فوالا، نحلينا زوز تليفونات توا.
فوالا باه ندخلوا على ستوكاج على زوز تليفونات، حلوهم زوز. فوالا عندنا لا ساكونت 128 جيجا ذاكرة داخلية، بالنسبة لل A 30 64 جيجا ذاكرة داخلية، خذها منها السيستم 14 جيجا، والآسا كونت خذها منها 19.4، والباقي كل نجمو نستعملوه. نخرجو توا ندخلو على الرام، شوفو قداش فما رام، الرام قداش فما رام. بالنسبة للآسا كونت اللي هو على يميني 4 جيجا رام، بالنسبة للآ 30 4 جيجا رام كيف كيف. بالنسبة للآ 50 والآ 30 الآ 50 والآ 30 نفس الرام، فيه واحد يستعمل فيه 2.2 والآخر 2، معنتها الآ 30 والآ 50 نفس الرام فيه، معنتها الذاكرة الداخلية مش كيف كيف، أما الرام كيف كيف 4 جيجا رام. نشوف البروسيسور تو، البروسيسور حلو الهاتف ديما نزلو نزلة صغيرة. البروسيسور بالنسبة لل A 30 نلقاو فيه أوكتا كور 1.8 بالنسبة لل A 30، بالنسبة لل A 50 كيف كيف أوكتا كور أما 2.3 جيجا هرتز، أقوى شوية رابيد شوية. فوالا تعداو بيكم توا الباتري، الباتري فيهم 4000 مليون امبير زوز، 4000 مليون امبير زوز، فيهم شارجمون رابيد فاست شارجينغ زوز كي بعضهم. حاجة أخرى اللي هي مهمة اللي هي البصمة، البصمة بالنسبة للآ 30 نلقاها من الخلف عادية، أما بالنسبة للآ 50 شنو نلقاوها في الليكرون البصمة في الوسط. بالنسبة للسعر متاع زوز هواتف، عن الآ 50 في تونس نحكي 1,200,000 دينار في تونس، علم تونس أصلي، 12 جارانتي 12 شهر جارانتي في تونس، ولا مش يعرف. وبالنسبة لل A 30 899 دينار، 900 دينار، فرق 300 دينار بين زوز تليفونات A 50 ولا A 30. زوز تليفونات حلوين برشا كما شفنا، الكاميرا ألترا لارج، ستابيليتي في الفيديو معناتها تصور فيديوهات حلوين HD. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش باش تعملونا الاشتراك وتعملوا علينا جيم في الفيديو وشويه تعليق، والى اللقاء وشكرا على المتابعه.